بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ضايف دلي أعضاء مجموعة الباحثين السودانيين، وعبارة عن خاطر في أثناء ما ماشينا على حضور تكريم القيادة العامة، وجاء السؤال ده: هل الباحث ممكن يكون ثورجي؟ هل مجموعة الباحثين السودانيين دي لو كانت هي تجمع المهنيين أو هي بتقود الثورة، هل كانت نجحت فعلا ووصلتها للحتة اللي وصلت لها الثورة حاليا، ولا كان فشل؟ وفي سؤال تاني برضو عن مدى رضا الأعضاء أعضاء مجموعة الباحثين السودانيين عن أداء المجموعة في خلال الثورة، من ما بدأت الثورة دي في ديسمبر لحد الليلة، هل الأعضاء راضين عن أداء المجموعة وإدارة المجموعة في إدارة المواضيع يعني، ودعم خط الثورة ولا غيره؟ الكلام ده مهم ليه؟ لأنه دكتور عبد الله جعفر طلع عليه فيديو قبل كم يوم، وكان بيتكلم عن أنماط التفكير، نمط التفكير بتاع الزول الأكاديمي الباحث العلمي، نمط التفكير بتاع الزول السياسي، نمط التفكير بتاع الزول العسكري. فكل واحد من ديل عنده نمط تفكير مختلف. يعني هسه أنا أنور ده لو قام قال لي أنور يا أخي يوم 6 أبريل دايرين إنك توجه الثوار كلهم يمشوا يصبوها في مكان، هل كنت هختار القيادة العامة ولا كنت هختار القصر الجمهوري مثلا، ولا كنت هختار لأي واحد من الميادين؟ السؤال ده الواحد يطرحه لنفسه ويجاوب عليه بصدق. يعني انت كزول باحث بتكون بتحاول تحل المشكلات وكده، وفي نفس الوقت تقدر تحافظ على الأرواح. يعني ناس الليلة حاليا في ناس ممكن يقدموا تنازلات لو كانوا هم في وجود التفاوض عشان حفاظا على الأرواح. السياسي ممكن ما بيقدمها، بس ما بيقدم التنازل ده، إن شاء الله الأرواح كلها تموت في النهاية بعائل الناس في الاعتصام ديل كأرقام بس. يعني ما بيهم أي نوع يموت بكل لحية منه طالما هو بيحقق أهدافه التفاوضية. أي نعم والله يكون عنده إنسانية وهي حاجة، لكن ما بعائل الأمور بالحساسية المفروضة بتاعت الباحث. يعني الباحث داير إنه يقلل التكاليف ويسوي بتاع. طبعا ممكن في سياسيين يكونوا من خلفية بتاعت بحث علمي، لكن ما بالضرورة. يا اخوان وش اديكم زي ما يقولوا ناس اجلي عربيه فلوكسواجن اكبر من عمري انا شخصيا، وماشي هنا في جنب المطار عشان عم بشتغل بتاع الكاش بتاعتي. انت بس حاجه ده فارق لك من الواقع الى الان. فده الموضوع ده يا اخوان انا كنت بس اتفاكر فيه مع الشباب في المجموعه هنا ده، في انه لو كان فيكم اي زول هسه حاليا هو في منصه التفاوض يفاوض باسم الشعب السوداني، شنو التنازلات اللي ممكن يقدمها؟ شنو الحاجات اللي ممكن يعملها؟ وسياسيين ما عاملينها، انت كباحث علمي يعني تفكر بصوره منطقيه ومنهجيه في حل المشكلات بصوره مستمره. وهل الباحث ممكن يكون ثورجي؟ يعني هل لو مسكونا نحن كباحثين اداره الثوره السودانيه دي، هل فعلا حنطلع افضل من الحاجات اللي طالعه حاليا؟ على اساس انه اخواننا صوت الناس لما يكون قليل وضعيف بعد مرات قد يكون لإشكالية بتاع التفكير عندهم هم، ما بالضرورة إشكالية بتاع عدم سماع من الطرف الثاني ولا كده. فيا ريت الناس تعمل برين ستورمينج في الموضوع ده، وشوف ممكن والله في أنفار أشخاص محددين مثلا ما بينفعوا، لكن باقي الناس ممكن ينفعوا في طريقة تفكير ممكن تنفع، طريقة تفكير ثاني ممكن ما تنفع إلى آخره. فالموضوع ده أنا أعتقد إنه ما الناس تناقش فيه وتطلع عنه يعني زي ما نقولوا ريكومنديشنز وكده، لانه الواضح انه الباحثين السودانيين او الباحثين بصوره عامه بعيدين عن دائره اتخاذ القرار. يعني هم ناس مقدرين ومحبوبين وظريفين وبتاع، لكن لما يجي للقرار ما هم اللي بياخذوا القرار، بياخذوا ناس ثانيين. والناس الثانيين دي قد يكون تفكيرهم بعض المرات ما منطقي، لكنه بيوصل للنتيجه بيجي في النهايه يتوافقوا مع الباحثين. فليه الكلام ده؟ الخلل ده جاي من وين؟ الفرق ده بتاع انه الزول قال لك كلام في البدايه انت شفته ما منطقي وعارضته، جاك لاحقا انت الكلام ذاته كنت اتبنيته. يعني انا المثل الوحيد اللي بضربه دائما في انه يا اخي لو قالوا لك يوم 6 ابريل في موقف ضخم جدا جدا المفروض نوجهه نوديه الاتجاه وين؟ الليله احنا كلنا يعني متاكدين تماما انه الموقف ده القرار الصحيح انه كان يمشي القياده العامه، لكن قبل يوم 6 ابريل منو كان فينا بيفكر في انه يمشي القياده العامه؟ والناس تصر على انها تقعد هناك تعتصم وكذا وكذا. بعد ما يحصل الحدث ظريف وسهل، لكن اتخاذ القرار قبل ما يحصل الحدث صعب. فهل الباحث ممكن يكون ثوري وياخذ قرار زي ده؟ انا داير الناس تفكر بس حول الموضوع ده وتتناقش حوالينه كده، لانه موضوع فعلا بيستحق انه الناس تفكر، خصوصا ان
عشان صوت الباحثين ده يكون مفهوم فينا لازم يكون يأكدوا للناس إنه والله إحنا لو أخذنا قرار وعملنا ريكومنديشن القرار ده صحيح. أنا ما قريت لي زول قبل كده تنبأ بإنه والله الناس مش ضد القيادة ممكن يكون السلام عليكم. ده بيقفلوا في الشارع عشان الفطور يعني.